مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب اليوم الكل مصبحة ومسيه على خير. حبايبي اليوم راح نعمل نظارة للبشرة، في 4 ايام راح تاخذين نتيجة. راح نستعمل هذا الماسك، راح اعلمكم على ماسك وعلى زيت للبشرة. يستعمل الماسك الصبح والزيت قبل النوم. في الصباح راح الصبح نحط الماسك، بالليل نحط الزيت، وبعد ما نحط الزيت ثاني يوم شوفين وجهك كالقمر في اليوم الثاني، جميل ورائع وصافي ومشرق وما في أي بهتان أو بشرة شو نقول تعبانة. ينفع هذا الماسك لتحت العين وينفع للبشرة بالكامل، والزيت نفس الاشي. راح يعمل كمان تفتيح للبشرة من البقع الداكنة، ويعطي نضارة للوجه وحيوية، ويجعل بشرتك خالية من اي عيوب حتى من بقع الحبوب. نفس الوقت حبايبي ينقي البشرة من أي مشاكل تواجهها البشرة، مثل الخطوط والتجاعيد الرفيعة اللي حول العين والجبين وحول الفم. بنفس الوقت حبايبي هذا الماسك يستعمل بعدة طرق، ممكن أعلمكم عليه. يستعمل مع الرز، يستعمل مع الماء الورد، يستعمل مع الشوفان، ويستعمل كماسك قاعدة أحكي، ويستعمل مع الطحين. يعني ممكن تستعملين، طبعا هون انا العدس الاحمر. العدس الاحمر معروف كلنا نستعمله بايام رمضان، هذا قصدي هو العدس. هذا العدس الاحمر، ما لكم دخل بالماركة ولا الاشي، بس حبيت اورجيكم العدس. انا اليوم شو سويت، اخذت من العدس خليت معاه زي ما انتم شايفين، بس احاول اقرب لكم اياه، طلعوا في ابيض. حطيت معاه رز، سلقته على النار طيب، وصفيته من المي زي ما انتم شايفين مصفى من المي. زين خليته على النار لحد ما كبرت الحبة وانسلق كثير كويس، بس بحيث ما صار سائل مثل المي. يعني نخلي الحبة كيف من حابين نسوي الرز، نفس طريقة الرز. طلعوا حبة وحبتها بس هي مسلوقة. طبعا حبايبي العدس رائع جدا جدا لتخفيف الشعر من الوجه. لو استعمل مطحون العدس، اخذتي عدس وطحنتيه كثير ناعم وحطيتي معاه حبايبي شوية من الرز، او خليتي معاه الحمص والعدس، الاثنين ذولا مع بعض بيزيلوا الشعر من الوجه. لو اخذتي الرز العدس مع الحمص مع حبايبي الطحين، خلطي مقادير متساوية، خلطيها كلها اطحنيها مثل البودرة، الحمص والعدس مع الطحين، وحطي قليل من اللبن او الماء الورد، وكله اخلطيه كثير كويس، وبعديها حطيه على البشرة. بس ينشف تماما، راح تحسين بشرتك انشدت كثير، لانه هو نشف صار زي الطبقة، كأنك عاملة قناع للبشرة، قناع للبشرة. شو راح تسوين؟ راح تجين تبلين ايدك زين، وتحاولين تدلكين الوجه بعكس اتجاه الشعر. لو عملتي هاي الطريقة بالاسبوع مرتين راح يخف عندك الشعر. العدس رائع جدا جدا للبشرة، يصفي ويبيض، ورائع للخوات اللي حابين يبيضون بشرتها. طبعا اليوم زي ما قلت لكم راح نستعمل هذا الماسك، حكيت لكم عنه، يستعمل لإزالة الشعر ويبيض، ونفس الوقت يعالج الخطوط من البشرة. أما الآن حبايبي راح أعلمكم طريقة عمل الزيت، وراح بنفس الوقت أعلمكم طريقة عمل ماسك من عنده. طبعا راح ناخذ الكمية اللي أنا سويتها، وراح أحاول أخلطها بالخلاط، أخلطها أنعمها بحيث تصير مثل الكريمة، لازم تصير مثل الكريمة. الكمية اللي راح تسويها كزيت لازم تكون كمية كلش قليلة، بتكفيكي
المدة مو أكثر من 10 أيام، لأن هالمواد كلها طازجة واحتمال تخرب. تنحفظ بالثلاجة، وحسب برودة ثلاجتك راح تحافظين على الزيت اللي راح نعمله. زي ما أنتوا شايفين حبايبي شو راح أسوي، راح أحاول هسه أخلي معاه قليل بس جدا من زيت الزيتون. زيت الزيتون رائع جدا جدا، قليل من زيت الزيتون عشان ما حابة احط مي، وانا صفيته كثير كويس. هسه راح ابلش اخلطه بالخلاط واورجيكم الخطوات اللي راح نعملها عشان نحصل على زيت رائع جدا جدا، وبنفس الدقيقة الوقت راح نحصل على ماسك رائع جدا. راح اخلطه وارجع لكم. وهسه حبايبي زي ما انتم شايفين انا خلطته هون. طبعا انا نسيت اقول لكم بتكونوا انتم محضرين الجل الالوفيرا، عفوا الجل بذور الكتان. انا جل بذور الكتان لانه كان على النار فنسيت. هذا جل بذور الكتان، طلعوا. اخذت من عنده ملعقتين اكل، تحضرين جل بذور الكتان طيب، وتاخذين من عنده اخذت ملعقتين اكل هو والبذور مع البذور. يعني اخلطت مع العدس والرز زيت زيتون وملعقتين من جل بذور الكتان، ان شاء الله يكون واضح، ومع العدس والرز اخلطت ملعقتين اكل وخلطته بالخلاط. هسه حبايبي راح اورجيكم شلون احنا سويناه وكيف طلع. ان شاء الله يبين كل اشي. لازم يكون سائل كثير، ضروري جدا يكون سائل كثير. زي ما انتم شايفين ضروري جدا زي ما قلنا يصير سائل الجل الالوفيرا مع العدس مع الزيت. راح يكون طريقته شوية غريبة بس راح تعطي مفعول رائع جدا جدا للخوات اللي يعانوا من مشاكل التجاعيد الصعبة اللي بالبشرة بصعوبة تحاول تقدرين تبعديها. هذا هو، طلعوا هذا هو حبايبي. راح اخذ من عنده تقريبا حبايبي، عشان هيك قلت لكم كمية حاولوا شوية قليلة. راح ناخذ من عنده زي ما انتم شايفين حبايبي، راح ناخذ ملعقتين من اكل من الخليط اللي سويناه. طبعا العدس خليت تقريبا ملعقتين، عفوا ما انتبهت، العدس اخذت تقريبا ملعقتين. معلش حبايبي الكاميرا وقعت معي. اخذنا ملعقتين من الكريمة اللي استخلصناها من العدس والرز والجل الالوفيرا، الجل بذور الكتان والزيت الزيتون. طبعا بالبداية اخذت ملعقتين من العدس وملعقة رز وحطيت مي وسبته على النار يغلي. بعد ما غلى ورجيتكم اياه، حطيت معاه تقريبا 3 ملاعق اكل من زيت الزيتون وملعقتين من الجل الالوفيرا مع البذور كل هذا خلطته بالخلاط واستخلصت هذه الكريمة. هسه شو راح اضيف حبايبي؟ راح اضيف معاه زيت اللوز. زيت اللوز ضروري جدا جدا حبايبي نضيف زيت اللوز، ملعقة كبيرة جدا، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من زيت اللوز زي ما انتم شايفين. وراح اخلط اللوز مع اللي انتم شايفين زي ما انتم شايفين. زيت اللوز الحلو او المر زي ما انتم حابين، زيت اللوز الحلو او المر زي ما انتم شايفين. ممكن نضيف زيت الارغان او زيت زيت اللبان الذكر او زيت الافوكادو او زيت حبايبي جوز الهند
اللي انتي حابه تضيفيه. انا ضفت اللوز وزيت الزيتون، وهسه راح اضيف زيت اللبان. زيت اللبان موجوده طريقته على قناتي زي ما انتم شايفين. ضفت ملعقتين اكل من زيت اللبان، وكل هذا حبايبي زي ما انتم شايفين راح نخلطه. طبعا هاي الطريقه مجربه سهله وبسيطه، وراح اعلمكم طريقتها كيف تستعملها. اذا طريقتها شويه فيها راح يظل بوجهك من شو نقول من الحبيبات، يعني انتم شايفين صار مثل كريمه بس كانه طحين يصير بوجهك. بس طريقتها ساعلمكم كيف تسووها. طبعا هاي هي الطريقه حبايبي، هيك خلصنا. ممكن تضيفوا لها اللي حابه، طبعا انا حابه نضيف فيتامين اي. هنضيف كبسوله او كبسولتين من فيتامين اي، كبسوله او كبسولتين من فيتامين اي طبعا، وراح نخلطها. طبعا لازم ينحفظ حبايبي، ينحفظ بعلبه قزاز زي ما شايفين انا حافظتها. شو راح نسوي؟ طبعا هاي بالليل قبل ما ننام على بشره نظيفه راح نحط هيك كميه، ونبلش حبايبي نخلطها. راح تكون مثل الحبيبات، راح اعلمكم كيف راح انزلها. نضل ندلك هاي اذا ما انخلط معاكي كثير كويس. انا ما انخلط معاي كثير كويس، بس احنا اذا ما انخلط ما في مشكله. طيب حاولي دلكي البشرتك كثير منيح، من تجي عندك هيك الحبيبات حاولي وانت تسوي هيك سيبي على بشرتك تقريبا، دلكي فيه خلينا نقول ندلك فيه 5 دقائق. بعد مرور ال5 دقائق بنجيب ونشيل كل البقايا، نشيله بدون ما نغسل وجهنا، نسيبه على وجهنا لحد ثاني يوم الصبح. بس اذا كانت في بقايا نحاول هيك بايدنا ونشيلها. زين سيبيه بالبدايه هيك على بشرتك تشرب البشره. زين وبعدين اذا شفتي اكو حبيبات سيبيها بعد هيك 15 دقيقه 10 دقائق، حاولي هيك بايدك وزيليها. زين سيبيه على بشرتك الثاني يوم الصبح. ثاني يوم الصبح شو بتعملين؟ حاولي غسلي وجهك، يا ريت تغسليه بالشوفان. الشوفان قليل من الشوفان مع الماء الورد، حطيه هيك على ايدك وفركي فيه وجهك كله بالكامل، راح تشوفين وجهك مثل القمر. لا تسوي كمية كبيرة، طيب سوي كمية الافضل لانها مواد انا قلت بتبقى 10 ايام. في خوات الثلاجات تبعتهم مو كثير باردة، زين راح يمكن احتمال يخرب معاكم. سوي كمية اللي تكفيكي لمدة اسبوع، يعني هاي الكمية اللي انا سويتها راح تكفيني لمدة اسبوع. ممكن تستعمليه حتى الصبح، يعني صباحا ومساء ممكن يستعمل، يتخلى بمكان بارد. البقايا اللي ظل قلت لكم راح نسوي منه ماسك، هذا الماسك نستعمله الصبح. راح نعمل ماسك فيه رائع جدا جدا، ما عليكي الا تاخذين كل اللي سويناه زي ما انتم شايفين حبايبي، نشيل كل شيء من قدامنا. وراح نخلط معاه حبايبي ملعقة لبن، راح نخلط معاه ملعقة لبن وراح نحاول نخلطه، وكمان نحطه ممكن الصبح الظهر بأي وقت انت حابة. حطي على البشرة بالكامل وسيبي ودلكي على البشرة كمان، وبعدين حطي طبقة ثانية وسيبي على بشرتك تشرب كل المواد. وغسلي وجهك راح تشوفين، طلعوا انا حطيته شوي احس ايدي صارت كثير ناعمة ناعمة، طبعا بالنسبة لهذا الزيت. اما هذا الماسك ممكن تسويه لمدة 3 ايام حبايبي، يتكرر كل اسبوع 3 مرات. اما هذا لو استعملتيه من رابع يوم راح تشوفين وجهك مثل البدر منور. لو استعملتيه مدة شهر راح تتغلبي على جميع مشاكل البشرة، من تجاعيد، من بقع داكنة، من خطوط حول التوم، حول العين، على الجبين، على الرقبة. دلكي فيه، ممكن كمان حتى تدلكين في الصدر تبعتك، ايدك رائع رائع جدا. يا ريت تشوفون الفيديو اليوم اللي على قناتي، حيكون على قناتي مملكة الفنون اليدوية، راح يكون لإنقاص الوزن.
طريقة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، راح تخسرك بالشهر تقريبا 10 كيلو لو استمريتي عليها. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم أنكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي حاولوا فعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامة.